ان شاء الله هنعمل كورس كورنيال ايميجينج فروم بيزك تو ادفانس، هنقسمه على 3 محاضرات. النهارده ان شاء الله هنشرح اول محاضره، هتبقى موجوده على اليوتيوب، واللي عنده اي اسئله او استفسارات يسالني على طول. اول محاضره اللي هي الكورنيال ايميجينج، الهدف من المحاضره دي ان هي هتديك المعلومات الاساسيه عن الكورنيال توبوجرافي، وتخليك ان انت لو مسكت اي توبوجرافي تبقى فاهمه وتعرف تقراه. هنتكلم في التوبوجرافي عن اشهر 2 توبوجرافي بنشوفهم، اللي هو البنتاكام سيستم والسايرس سي اس او. طيب احنا عشان نصور القرنيه بنصورها يا اما بالتوبوجرافي يا اما بالتوموجرافي يا اما بالانتيري سيجمنت او سي تي. الانتيري سيجمنت او سي تي اوت اوف سكوب من الكورس بتاعنا كله، احنا هنتكلم بس عن التوبوجرافي اند توموجرافي. بالنسبه للاجهزه اللي هي بتعرفنا عن التوبوجرافي، تبقى فيه كيرفيتشر بيست توبوجرافرز بتدينا فكره عن الانتيري سيرفيس اوف ذا كورنيا. في منها بيبقى ريفلكشن بيست، وفي منها بيبقى بروجكشن بيست. بالنسبه للريفلكشن بيست زي الكراتوميتر، اتس كوانتيتيف ميجرمنت اوف ذا كي ريدنجز ات ايرينج 3 مليمتر سنترد اون ذا كورنيال ايبكس. والحاجه الثانيه اللي هو الفوتوكوراتوسكوبي او البلاسيدو ديسك، في الحقيقه ما عدناش بنستخدمه كتير، استخداماتنا كلها بقت ليميتد للهاند هيلد كيراتوسكوبي اللي بنستخدمه انترا اوبرتيف فور اسسمنت اوف استجماتيزم ديورينج كيراتوبلاستي. طيب النوع الثاني اللي هو البروجكشن بيست، اللي هو الكمبيوترايزد فيديو كيراتوسكوب، ده بيبقى بلاسيدو بيست. زي ما انتم شايفين في الجهاز هو عباره عن بلاسيدو رينجز، البلاسيدو رينجز دي بتبقى بروجكتد على الكورنيا، وبعد كده في سوفت وير في الجهاز بيقدر يفهم من البروجكشن او من شكل البلاسيدو رينجز دي على الكورنيا، هل هي ستيب هل هي نورمال، وبيبتدي يرسمها لنا زي ما احنا شايفين في الصوره اللي جنب الجهاز. طيب بشكل عام كده ايه المابس اللي بتبقى جنريتد من التوبوجرافرز؟ في الاكسيال او الساجيتال كيرفتشر ماب، وفي التانجنشال كيرفتشر ماب، وفي الاليفيشن ماب اوف ذا انتيريور سيرفيس باي اسامبشنز. طيب احنا قلنا في كيرفتشر بيست، دلوقتي الاليفيشن بيست هم دول اللي بنسميها التوموجرافي. يبقى الاليفيشن بيست توبوجرافرز او التوموجرافي ده عباره عن دايركت ميجرمنت اوف بوث انتيريور اند بوستيريور اليفيشنز. باكيمتري ماب از درايفد فروم ذا ديفرنس بتوين بوث اليفيشنز. وفي النهايه الكيرفتشرز بنقدر نحصل عليها بس باي اسامبشنز. طيب السلايد دي مهمه جدا عشان نعرف نفرق ما بين يعني ايه اليفيشن ويعني ايه كيرفتشر. لو بصينا على الشمال نقطتين A and B دول في فرق ما بين height ده الارتفاع او الاليفيشن والكيرفتشر، ادي الكيرفتشر تمام. النقطتين دول have the same elevation and the same curvature، بينما النقطتين A and B اللي موجودين على اليمين لو لاحظنا هنلاقي اولا في different elevation وهنلاقي في different curvature. ده علشان نبقى فاهمين الفرق يعني ايه elevation يعني ايه كيرفتشر. طيب هنعمل مقارنه سريعه ما بين الكيرفتشر بيست توبوجرافرز والاليفيشن بيست توموجرافرز. هنتكلم اول حاجه عن الديس ادفانتج اوف ذا كيرفتشر بيست. هنقول ان هي بتبقى افكتد وذ ذا تير فيلم، طبعا لان احنا قلنا ان هي بتجيب معلومات عن الانتير سيرفيس، فلو اي دراي اي مثلا ممكن تاثر جدا في النتائج. بتبقى affected by misalignment requires assumptions، زي ما احنا قلنا ان احنا مثلا بنجيب ال axial sagittal map، بنجيب ال tangential curvature map، ولكن بنجيب ال elevation بتاعت ال anterior surface by assumptions. بتقيس بس معلومات عن ال anterior surface وبتقيس لنا ال curvature not ال height. طيب بالنسبه للادفانتج بتاعتها تبقى better in the periphery وbetter in corneal opacities. ليه هي better في الكورنيال opacities؟ لان احنا قلنا بتجيب معلومات عن الانتيريور سيرفيس او بالظبط عن التير فيلم
anterior surface interface، فال opacities ما بيبقاش ليها طور في النقطة دي. طيب بالنسبة لل elevation based، disadvantages بتاعتها ان هي الكيرفتشر بتاع two surfaces بيجي by assumptions وبتبقى affected by misalignment، بينما الادفانتج بتاعتها طبعا بتبقى less affected with the tear fill، بتقيس لنا الاليفيشن، بتجيب لنا معلومات عن both surfaces وبتكفرز الهول كورنيا especially the center. طيب بالنسبه للاجهزه، احنا عندنا في topographers او projection based او placido based، دي بتبقى اجهزه صغيره ممكن تتحط في العيادات تدينا زي rapid screening لانها ما بتدلناش details كتيره. طيب تاني حاجه في التوموغرافرز او الاليفيشن بيز، في منها اللي بيشتغل بالشيم فلو كاميرا زي البانتا كام، وفي اللي بيشتغل بالسليت سكاننج زي الاورب سكان، وفي الهايبريد ديفايسز اللي هي عندهم بوث بلاسيدو اند شيم فلو زي السايرس والجاليلي والتومي. طبعا زي ما قلنا احنا هنتكلم عن البانتا كام والسايرس سي اس او. طيب دي اهم مابس احنا بنشوفها في البانتا كام زي الكيرفتشر ماب، الاليفيشن ماب، الباكيمتري ماب والتوبومتريك ماب. اول ماب هنتكلم عليها هي الكيرفتشر مابس، دي بنقدر نحسب الكيرفتشر اوف بوث انتيرير اند بوستيرير سيرفيس، بس البوستيرير سيرفيس دايما بيبقى بالنيجاتيف فاليوز. بنستخدم الايكويشن اللي بتقول الباور ايكوال ان2 ماينس ان1 ديفايدد باي ار، where N2 is the refractive index of the cornea, N1 is the refractive index of the air, or it is the radius of curvature of the desired point. قلنا في two maps هنتكلم عنهم زي sagittal أو axial map ودي the most commonly used. ولو بصينا في الصورة اللي قدامنا هنا كده، لو احنا قلنا مثلا عايزين نجيب ال power بتاع ال point A، هنقوم عاملين tangent كده، ومن التانجنت ده هنعمل line perpendicular بيسموه نورمال. النورمال ده هيجي يعمل انترسكشن للريفرنس اكسس، هنتكلم عليه في السلايد الجايه. لاين اي بي ده بقى بيعتبروه الراديوس اللي منه هنقدر نحسب الباور عند بوينت A. الموضوع ده بيتكرر على الكورنيال سيرفيس كله، وبالتالي بنقدر نحصل على الدايوبتريك باور اوف ذا انتيرير اند بوستيرير كورنيال سيرفيس. طيب الماب الثانيه اللي هي التانجنشال ماب، it is better geometrically to highlight any small irregularities. ليه بقى الموضوع ده؟ لان طريقه حسبتها بتبقى مختلفه شويه. انا لو عايز اجيب الدايوبتريك باور عند بوينت A، ما بعملش تانجنت، بعمل سيركل، فالسيركل geometrically بتبقى احسن من اللاين. وبالتالي لو انا جبت الريديوس بتاع السيركل دي واستخدمت الايكويشن اللي فوق، يبقى انا هقدر اجيب البوينت عند الدايوبتريك باور عند بوينت A. الحاجة التانية ان زي ما انتم شايفين ما بتلهاش علاقة خالص بالريفرنس اكسس، وبالتالي تبقى less affected by misalignment. عشان نوضح الفرق ما بينهم، انا لو شاكك في اي حاجة في رقم معين في ساجيتال ماب، لو استخدمت التانجنشال ماب هتلاقي الارقام وضحت والصورة وضحت. واكتر حاجة بنستخدمها زي مثلا في الكراتوكونس، لو في كون وانا مش عارف الارقام فيه كويس، بقوم حاطط التانجنشال ماب تلاقي الارقام زادت وبقى اوضح. طيب الصوره دي مهمه جدا، عايزين نتكلم هو ايه ريفرنس اكسس. ايه الريفرنس اكسس اللي احنا دايما بنتكلم عليه؟ هو في كذا اكسس في العين لازم نبقى عارفينها كويس جدا. اول اكسس هو الفيجوال اكسس، it is the axis from the fovea to the fixation point passing through the two nodal points of the eye and not passing through the center of the pupil. وده اللي عندنا هنا اللي هو الداشت جرين لاين زي ما انتم شايفين، من الفيكسيشن بوينت لغايه الفوفيا. تمام، بعد كده في الاوبتيكال اكسس، it is the axis passing through the center of curvature of optical surfaces of the eye to the posterior pole اللي هو الكورني and the lens recognized by Purkinje images 1 2 3 and 4 اللي هو اللي انا شايفه ده الداشت ريد معدي في center of curvatures بتاعت الاوبتيكال سيرفيسز اللي هم الكورنيا واللينس. طيب المهم جدا اللي هو
الريفرنس اكسس الاخير اللي هو بيسموه الفيرتكس كيراتوسكوب اكسس. It is the axis perpendicular from the fixation target intersecting with the anterior corneal surface at the corneal apex or the vertex. طيب يعني ايه الموضوع ده؟ دلوقتي احنا في اي جهاز بلاسيدو بيبقى فيه في النص بلاسيدو رينجز بيبقى فيه fixation target بخلي البيشنت يبص عليه. من الفيكسيشن تارجت ده بينزل لاين perpendicular normal بيسموها perpendicular. اول ما يحصل intersection مع الكورنيا بيتسمى النقطة دي في الكورنيا الكورنيال فيرتكس، وعشان كده سموه فيرتكس كيراتوسكوب، ده علشان بتاع البلاسيدو اكسس. طيب هل الفيرتكس دي الجيومتريكال سنتر اوف ذا كورنيا؟ لا، هي مش نوت ذا جيومتريكال سنتر. طب هي اكتر حتة ستيف في الكورنيا؟ لا برضو، هي اول نقطة الفيرتكس كيراتوسكوبيك اكسس قابلها وهو جاي بيربنديكولار من الفيكسيشن تارجت اللي موجود في البلاسيدو بيست توبوغرافرز. نكمل اهو. سو ذا كورنيال ايبكس از نايذر ذا هاي سلوب نور ذا اناتوميكال سنتر. اخر كلمه مكتوبه تحت، ذا في كي اكسس از ذا موست كومنلي يوزد ريفرنس اكسس ان بلاسيدو بيست توبوغرافرز زي ما قلنا، وإتس almost coinciding with the visual axis and it's the origin of the x and y coordinates. زي ما احنا شايفين في الصورة هو قريب قوي من الفيجوال اكسس. لو ده VK axis والاخضر ده الفيجوال اكسس، هم قريبين قوي من بعض، خاصة ان انت بتخلي البيشنت يبص على fixation target، فانت تقريبا قلبته زي ما يكون visual axis فبيعتبروه coinciding with the visual axis، وهو دي النقطة اللي هي اللي عند الفيرتكس دي او الكورنيال فيرتكس او ايبكس اللي بيجي عندها الاكس اند واي كوردينيتس اوريجينيت. تمام، بالنسبة للبلاسيدو بيزد توبوغرافرز. طيب نكمل بقية الاكسيس. في حاجة اسمها البيوبيلاري اكسس. It is the axis perpendicular to the cornea passing to the center of curvature of the anterior corneal surface and the center of the pupil. زي ما انتوا شايفين هو اللاين الازرق السوليد بلو ده نازل perpendicular على الكورنيا، معدي في center of the curvature of the anterior corneal surface والcenter of the pupil. ولو بصينا قوي عشان المعلومة دي هنقولها كمان شوية، هتلاقيه تقريبا coinciding مع الoptical axis. يعني هو بيعتبر دايما الVK axis تقريبا coinciding مع الفيجوال اكسس، بينما البيوبيلاري اكسس تقريبا coinciding مع الاوبتيكال اكسس، لان تقريبا الاثنين معديين في نفس النقطه، بس الفرق ان البيوبيلاري اكسس معدي في السنتر اوف ذا بيوبل. طيب في عندنا اثنين انجلز مهمين جدا زي انجل الفا. دي انجل الفا زي ما احنا شايفين اتس بتوين ذا فيجوال اكسس والاوبتيكال اكسس، ادي انجل الفا. وفي انجل مهمة برضو جدا اللي هي انجل كابا between the pupillary axis and the visual axis. This is angle كابا. طيب ايه اهمية الانجل كابا عندنا؟ اهم حاجة تهمنا في الليزر فيجن كوركشن، خاصة في الناس اللي عندهم استجماتيزم او هايبر متروبس، لو كان عندهم لارج انجل كابا لازم نتعرف عليها ونعرف ونعمل حاجة ساعتها اسمها pupil offset technique، هتشرح في المحاضرة الجاية ان شاء الله. تاني حاجة مهمة برضو في المالتي فوكال IOLs، لو كانت انجل كابا significantly elevated يبقى ده بيكون one of the contraindications ان انت تحط مالتي فوكال IOLs عشان بتعمل photic phenomenon. طيب بالنسبة للكيرفيتشر مابس، ايه الاشكال المختلفة اللي ممكن نشوفها عليها؟ هنقسم الاشكال دي لسيمتريكال شيبس واسيمتريكال شيبس. في اول سلايد هنا السيمتريكال شيبس اللي هم الراوندد والاوفيل والسيمتريكال بو تاي، ودول بيكونوا نورمال لو الميديان كي از ليس ذان 48 دايوبترز. طيب وفي الاسيمتريكال شيبس زي السوبير ستيب انفير ستيب asymmetrical بوتاي superior steep asymmetrical بوتاي inferior steep. امتى يكونوا normal؟ في حالة ان superior steep زي اول شكل وتالت شكل
يكون الفرق أقل من 2.5، ولو كانت الانفيريور هيل ستيب زي في تاني شكل وفي رابع شكل يكون الفرق ما بينهم أقل من 1.5 ديوبتر. طيب في الأشكال برضو اللي هي السكيود راديال أكسس، زي ما انتم شايفين هنا ممكن تكون سيمتريكال بوتاي أو أسيمتريكال بوتاي، وإزاي بنحسب السكيوينج إن احنا بنمد خط كده لفوق لغاية ما يقابل السيركمفرنس اللي هنا ونشوف الأنجل هنا كام، وفي الناحية التانية كده برضو بناخد خط في النص نص البوتاي ونطلع لغاية السيركمفرنس ونشوف واصل لأنهي أنجل هنا، وبعد كده بنحسب الأنجل. لو الأنجل دي أقل من 22 ديجريز يبقى this is normal. طيب وبعد كده في الريجولار شيبس، دول بيبقوا دايما always abnormal، زي مثلا البترفلاي، الكراب كلو، الفيرتيكال دي، الفورتكس، أشكال كتيرة جدا بتبقى معظمها أو كلها غلط أو abnormal. طيب احنا كده خلصنا الكيرفتشر مابس، هنتكلم على الاليفيشن مابس. والصورة الأساسية أو اللي فوق اللي انتوا شايفينها بتاعت الكرة الأرضية، هي الهدف منها إن احنا دايما عشان نقدر نحسب الاليفيشن أو الهايت يبقى لازم يكون عندنا ليفل نقدر نحسب منه. واحنا كلنا عارفين مثلا ان في الكره الارضيه ان مستوى سطح البحر هو ده الليفل اللي بحسب من عن طريقه اي حاجه. يعني مثلا بقول ان الجبل ده مرتفع عن سطح البحر بكذا الف كيلومتر، ومش عارف ايه تاني منخفض عن سطح البحر بكذا كيلومتر، على حسب هل ده elevation ولا ارتفاع ولا منخفض. بس في ليفل عندي لازم اثبته علشان اعرف احسب اي حاجه من خلاله. كذلك العين، احنا عملنا حاجه اسمها ريفرنس بودي. زي ما انتم شايفين الريفرنس بودي ده هو الدايره الحمراء خلاص، والمفروض ان الخط الاسود ده الكورنيا، وبالتالي اي حاجه هتيجي تحت الدايره الحمراء يبقى دي ديبريشن، واي حاجه هتيجي فوق الدايره الحمراء من الكورنيا يبقى دي اليفيشن. طيب احنا عندنا تو ريفرنس بودي لازم نكون عارفينهم كويس جدا. اول واحد اللي هو التوريك اليبسويد، او بنسميه البيست فيت توريك اليبسويد، ده بيبقى شبه الكورنيا، لان احنا تقريبا عارفين ان الكورنيا از توريك اليبسويد، وبالتالي اتس بيتر فور كوانتيتيف اسسمنت. طيب وبالنسبه للسفيريكال بودي او البيست فيت سفير، دي ده شكل مختلف خالص عن الكورنيا، لان الكورنيا مش سفير، وبالتالي بتبقى اهميتها تو هايلايت الكورنيال irregularities. عشان برضو فرق ما بين التوريك اليبسويد والسفيريكال بودي هنضرب مثل بسيط قوي. لو انا بقارن ما بين اتنين شخصين خلاص، اقدر اقول ان الشخص الاولاني ده مثلا طويل، الشخص التاني ده قصير، واحد شعره طويل واحد شعره قصير، واحد دراعه طويل واحد دراعه قصير، لان هو الاتنين شبه بعض. فده اللي بيحصل لما بنستخدم البيست فيت توريك اليبسويد، بقدر اطلع ارقام كوانتيتيف اسسمنت. لكن لو بقارن مثلا ما بين انسان وجماد خلاص، هيبان الفرق على طول، الحاجات الضخمه الغريبه اللي ما بينهم هتبان. هو ده الفرق مثلا في البيست فيت سفير، من اول ما بحطها على الكورنيا بتطلع لي على طول اي كورنيا irregularities. طيب سواء هتستخدم التوريك اليبسويد او السفيريكال بودي، في حاجه اسمها النو فلوت وفي الفلوت مود. النو فلوت زي ما انتم شايفين في الصوره هنا، بتبقى الريفرنس سيرفيس از كونتاكت وذ ذا كورنيال ايبكس. تاني حاجه الفلوت مود، وده اللي احنا دايما بنحب نستخدمه، ده بيبقى اوبتمايزد وذ ريسبكت تو ذا كورنيا. بيحسبوها بطريقه ان تبقى الاريا اباف ذا ريفرنس بودي ايكوالز ذا اريا بيلو ذا ريفرنس بودي. طيب بالنسبه للباكيمتريك ماب، الفاليوز بتبقى كلها درايف من الاليفيشن ماب. زي ما احنا قلنا هو بيجيب الانتيريور اليفيشن، وبعد كده بيجيب البوستيريور اليفيشن، ومنها بيقدر يحسب الباكيمتريك ماب. الفاليوز بتبقى كلها موجوده على الكورنيا تمام. ولو بصينا في الجراف اللي تحت ده هنلاقي حاجه اسمها الباكي ايبكس. ايه هو الباكي ايبكس ده؟ الباكيمتريك ايبكس ات از ذا جيومتريكال سنتر اوف ذا كورنيا، هو اللي هو بنسميه الكورنيال vertex in which the coordinates originate. وبالتالي عشان كده الاكس والواي فيهم 0
وان هما بيكونوا coinciding with the optical axis. احنا كده بنتكلم على البنتاكام على عكس البلاسيدو اللي احنا قلناه، وبالتالي كلمة باكي ايبكس في البنتاكام هو منتصف القرنية اللي هي الجيوماتريكال سنتر اوف ذا كورنيا اللي هو الكورنيال فيرتكس اللي منها ال x and y originates خلاص، وعشان كده واخدين ارقام 0 وبتبقى coinciding with the optical axis. عشان لو تفتكر قبل كده لما قلنا ان في الصورة اللي كان فيها الاكسيز الكتيرة قلت لكم ان الاوبتيكال اكسس بيعدي في منتصف القرنيه، تمام، على عكس البلاسيدو بيزد توبوغرافرز احنا قلنا ان هي بالفيرتكس كراتوسكوب اكسس بينترسكت وذ ذا كورني ات ذا كورنيال فيرتكس which is not the geometrical center and it is not the steep point of the cornea. خلاص، وهي دي النقطه اللي بيحصل فيها اوريجينيشن للكوردينتس وبتبقى coinciding with the visual axis. طيب في بعد كده برضو هنبص على pupil center. خلاص pupil center ده بيبقى assumed to be angle kappa، بس الباكيمتري ما بيقس angle kappa. الباكيمتري احنا بنعتبره ان منتصف الx والy coordinates هو ده الangle kappa، يعني نص الارقام اللي بنحصل عليها من الx والy هي دي انجل كابا، ولو كانت اكتر من 100 بتبقى significant ولازم نعمل حاجه اسمها زي ما قلنا decentration of the ablation profile او pupil offset technique. تاني حاجه طبعا pupil center بيبقى important في المس الاينمنت، والمس الاينمنت ده هنتكلم عليه في محاضره جايه ان شاء الله. واخر حاجه خالص اللي هو thinnest location بنبص برضو على الرقم بتاعها ونقدر نحدد مكانها من الباكي ايبكس. طبعا زي ما انتم شايفين الاكس والواي ده بيبقى الاكس الهوريزونتال والواي ده الفيرتيكال، ودي الساينز الاكس هنا بتبقى بالبلس وهنا بالماينس والواي هنا بتبقى بالبلس وهنا بالماينس. طيب بالنسبه للتوبومتريك مابس دول عباره عن مابس بتقيس الكورنيال شيب او الكورنيال سلوب، بنسميها الاسفيرستي مابس او الكيو فاليو او الاكسنتريستي. لو هنبتدي من اليمين خالص ده شكل السفير، طبعا كلنا عارفين ان السفير لها ايكوال كيرفيتشر اوف ريدياي وبالتالي الكيو فاليو فيها ايكوال 0. طيب هي ليه بتبقى مالتي فوكال؟ لان زي ما احنا عارفين كلنا كل ما بنروح في البريفري الانجل اوف انسيدنس بتاعت اللايت ريز بتكون اكبر، وبالتالي الانجل اوف ريفراكشن بتكون اكبر، وبالتالي ما بتلاقيهمش كلهم in one point، بالعكس ده بتلاقيهم in multiple points، فده بيعمل multifocality او بيعمل بيسموها positive spherical aberrations. طيب بالنسبة للoblate shape احنا هنا هنلاقي فيه شكلين، الشكل البلاك الدوتت ده السفير والشكل السوليد ده الoblate shape، واشهر oblate shape بنشوفه بعد الميوبيك ليزر correction الradius of curvature كل ما بروح في البريفري بيكون shorter، وبالتالي الـ Q value بتكون أكتر من الزيرو وبتبقى multifocal، والspherical aberrations فيها أكتر من السفير لأن البريفري هنا بيبقى steep خلاص والradius of curvature بيبقى أقصر، وبالتالي بيبقى الـ angle of refraction أشد بكتير، وزي ما انتم شايفين البوينتس هنا حتى المسافات اللي ما بينهم اكتر من الشكل اللي كان في السفير، يبقى مور spherical aberrations. طيب اخر شكل خالص اللي هو البرولايت شيب اللي احنا شايفينه ده، ده بالعكس ده جه حل المشكله بتاعت البريفري ان هو خلى البريفري مور فلات، تمام، radius of curvature is longer وبالتالي الكيو فاليو اقل من الزيرو الى حد ما بتكون مونوفوكال خلاص، بتعمل برضه spherical aberrations بس very tolerable، بتبقى ساعات مسؤولة عن الـ depth of focus بتاعت الفيجن. طيب هنكمل الأسفيرستي أو الـ Q value أو الـ eccentricity. دلوقتي لو بصينا على الشكل اللي هنا ده وقلنا إن ده الكورنيا وإن الخط الأحمر ده أو point A it is the center of curvature of the center of the cornea وإن BD it is the center of curvature of the peripheral cornea، هيحصل لنا point A أو line AB ده هنسميه الإكسنتريستي from which الكيو فاليو is calculated، ولو بصينا تحت خالص
ان ال Q value equal minus e to the power of 2، ان كتير قوي بنقابل بنتا كامز بيكون مكتوب فيها الاكسنتريستي، فانت تعرف بقى ساعتها ازاي تحول من الاكسنتريستي للكيو فاليو. طيب الاشكال اللي هنا دي مجرد اشكال بيانيه، محدش ياخدها بالشكل المقصود، هو كل الفكره ان احنا عايزين نوريك مثلا ان الاوبليت شيب الراديوس اوف كيرفتشر في البريفري بيكون اقصر من السنتر، وفي البروليت شيب العكس بيكون الراديوس اوف كيرفتشر في البريفري اطول من السنتر، وفي السفير الاثنين زي بعض. طيب النورمال كيو فاليو رينج، النورمال بوبوليشن بتبقى من ماينس 0.1 تو ماينس 0.4 وذ ان افريج اوف ماينس 0.27. بس كلينيكالي احنا بنعتبر ان الكيو فاليو از نورمال لما تمسك اي بنتا كام من بلس 0.4 تو ماينس 0.8. نكمل التوبومتريك مابس، الـ Q value بتبقى measured in nasal, temporal, inferior and superior quadrants in four rings centered on the corneal apex أو الـ pachymetric apex اللي هي الـ geometrical center. rings عندنا فيه 6 mm, 7 mm, 8 mm and 9 mm، ولو هنتكلم بالـ degrees في 20, 25, 30 and 35. احنا دايما اللي بيهمونا الـ 6 والـ 8 mm لأن دول الـ functional rings of the cornea. بعد كده برضو بيديك كيو فاليو، مين كيو فاليو also is measured in both the horizontal and vertical meridians. وفي الجدول اللي ساعات بنشوفه في البنتا كام ده، لو اي رقم شفته اكتر من 0.55 whether positive or negative it must be considered. طيب احنا كده خلصنا الاربع مابس اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الكيرفتشر ماب، الاليفيشن مابس، الباكيمتريك مابس، والتوبومتريك مابس. هنبتدي يعني نتكلم دلوقتي على البنتاكام توموغرافي. البنتاكام it is an elevation based tomography with two shinflu cameras, one static and the other rotating to get a 3D image of the cornea and the anterior segment. ال shinflu principle is used to enhance the depth of focus without distorting the image. دي رسمة سريعة عشان نعرف بس الـ principle بتاع الـ chin flow. في الـ traditional camera بيبقى دايما عندنا في object وفي lens وفي الـ image، تمام، بيبقوا التلاتة على different planes. بالنسبة للـ chin flow principle هما جابوا 3 planes دول خلوهم intersecting at a point بحيث ان احنا نقدر نزود الـ depth of focus وفي نفس الوقت ما يحصلش distortion للـ image. طيب قبل ما تبتدي البنتا كام لازم تتأكد من settings معينة علشان تمنع الـ false positive results، زي أي بنتا كام، زي أنا آسف برضو أي investigation، زي مثلا visual field reliability indices عشان تتأكد visual field ده مظبوط ولا لأ، كذلك البنتا كام. فبالنسبة للـ settings هنا أول حاجة الـ Q value لازم تكون يا إما زي ما اتفقنا 6 أو 8 مليمتر أو 20 degrees أو 30 degrees. All maps shown within the 9 mm magnified display. والهدف من ال 9 mm magnified display ان انت تقلل extra flotation of the computer للنقط اللي ما شافهاش. تاني حاجة ال absolute color scale with one diopter step for sagittal map. وهنا لازم نفرق يعني ايه او ايه الفرق ما بين ال absolute او standardized وال normalized color scale. بالنسبة لي ال normalized هو بياخد اكتر حتة ستيب في الكورنيا بتاعة الشخص اللي بيصور وبيعتبر ان هي الموست ستيب وبيديها لون مثلا احمر، خلاص، وليكن مثلا واحد متوسط الكيرفتشرز عنده مثلا 43 44، فده اكتر حاجة هو ستيب بالنسبة له فهو شافها ان هي لونها احمر، تمام. بينما الابسوليوت لا، هو عنده داتا من الجنرال بوبوليشن كلها وعارف مثلا ان نفس الشخص ده ال 44 دي لا دي مش ستيب، بيديها اللون عادي الاصفر اللي احنا مثلا متعودين عليه. هو ده بس الفرق، ان انت خليها نورمالايزد بس خليك باصص على الارقام علشان ما تتلخبطش. طيب كذلك في الباكيمتري ماب عايزينها تبقى ابسولوت كلر سكيل وذ 10 مايكرومتر ستيب. بالنسبه للاليفيشن مابس تبقى 5 مايكرومتر ستيب. واخر حاجه خالص الريفرنس بودي يبقى best fit sphere float mode diameter 8. ده البرنت اوت بتاع البنتا كام اللي احنا بنشوفه.
بيبقى على الشمال هنا في داتا ديسبلاي، بعد كده في مابس. هنتكلم بقى عن كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. أول حاجة الديسبلاي اللي على الشمال ده، أول 8 نقط دول دي الحاجات اللي عينك ما ينفعش ما تقعش عليهم. أول حاجة الكواليتي سبيسيفيكيشن لازم تبقى مكتوب جنبيها أوكي. تاني حاجة الكيو فاليو زي ما قلنا تبقى عند 6 أو 8 مليمتر. تالت حاجة الكي 1 اللي هي الفلات، وده طبعا الراديوس اوف كيرفتشر بتاعها. الكي 2 اللي هو الستيب، وده الراديوس اوف كيرفتشر بتاعته. دول اللي هم simulated case at the ring of 3 mm centered on the corneal vertex أو corneal apex. هم ليه سموها simulated؟ زي ما قلنا هم simulated لأن هم كأنهم اللي كان بيقيسهم الكيراتوميتر اللي كنا اتكلمنا عليه في الأول، فعشان كده سموهم simulated case. طيب الكي ميديان اللي هو متوسط أو الميديان of both K1 and K2، وده الريديوس اوف كيرفتشر بتاعه. الامبورتنس بتاعته هو ليه امبورتنس تانيه كتيره خلاص، بس زي مثلا ما اتكلمنا من فتره على اشكال السيمتريكال شيبس اللي في الكيرفتشر ماب، وقلنا ان لو الاشكال السيمتريكال دي الكي ام معاها اقل من 48 دوبترز يبقى ده نورمال خلاص. وليه امبورتنس تانيه ان انت اثناء الليزر بتختار بيها السكشن رينج سيلكشن بنوموجرام معين. طيب بعد كده بنبص على التوبوجرافيك استجماتيزم بتاع الكورنيا فلات، انا اسف الكورنيا فرونت والكورنيا باك. بعد كده بنبص على البيوبل سنتر كوردينتس، ودول عشان نفرق ونعرف نحسب الانجل كابا والميس الاينمنت. وهنقول هنا نقطه مهمه، لو لقينا في الارقام دي عاليه طيب هل دي ميس الاينمنت ولا significant angle kappa، هتعمل recapture تاني وتالت ورابع. لو فضلت persistently high يبقى دي معناها ان هو ده persistent increase في angle kappa. طيب بعد كده في thinnest location لازم نبص على الرقم ده. for example مثلا لو لقيناه اقل من 470 it's a high risk factor to cancel any refractive laser refractive procedure. واخر حاجة خالص الثينست لوكيشن واي كوردينيتس، ده بنبص عليه لو كان مرتفع او زايد قوي بيبقى برضه significant of ectatic corneal disease. طيب السلايد التانية دي داتا تانية بص عليها برضه، بس مش بأهمية الداتا الأولانية. زي مثلا الكي ماكس، الكي ماكس دلوقتي بقت الهدف بتاعها هو الفولو اب of the progression in ectatic corneal disease. It is one of the progression criteria في ectatic corneal disease. تاني حاجة الاكسس اللي هنا ده better يكون towards the flat علشان يبقى مشابه لأي حاجة انت متعود نكتبها. يعني احنا مثلا متعودين دايما لما نكتب النضارة مثلا واحد عنده استجماتيزم فبتكتب مثلا minus 2 sphere مع minus 1 استجماتيزم اكسس مثلا 180. طريقه الكتابه اللي انت بتكتبها دي هو ده ان انت تخلي الاكسس ناحيه الفلات. طيب بعد كده في المينيمم راديوس اوف كيرفتشر او الار مين، ده اقل راديوس اوف كيرفتشر عرفت التوبوجرافي عرف يصوره خلاص، وده بيبقى ايكوال على طول الكي ماكس. تمام، لان احنا طبعا عارفين ان الراديوس بيبقى ليه علاقه بالكي ماكس، فبما ان الكي ماكس دي اكبر كيرفيتشر انا وصلت له يبقى اقل راديوس ده بيساوي الكي ماكس. طيب تاني في برضو الحاجه اللي قبل الاخيره هنا البيوبل دايمتر، طبعا ده بيبقى في الميزوبيك كونديشنز وبيبقى مهم جدا عشان اختيار الاوبتيكال زون. واخر حاجه الانتي تشامبر ديبث، خلاص ممكن تبقى انترنال يعني بيتقاس من الاندوثيليوم، ممكن بيبقى ساعات جنبيها اكسترنال اي اكس تي يبقى متقاس من الابيثيليوم. طيب نبتدي نخش مثلا على الساجيتال كيرفتشر ماب. اول حاجه تبص عليها زي ما قلت لك تتاكد ان هي 9 مليمتر ماجنيفايد فيو، وزي ما قلنا هدف ال 9 مليمتر ان هو يمنع الاكسترابولتيشن اللي ساعات بيحصل من ان الجهاز مثلا مش شايف الجزء ده كده خلاص فيبتدي هو يزودها من عنده، بيبقى في نقط سودا كده. لو لقينا النقط السودا دي زايده قوي لا ده المفروض تعمل ريكابتشر تاني.
والتاني حاجة نبص عليها برضو نتأكد ان هو الابسولوت كولر سكيل. طيب احنا قلنا السيمتريكال شيبس هتبقى اوف مودريت ريسك لو كان الميديان كي اكتر من 48 دايوبترز بس اقل من 50 دايوبترز، ان هو لو كان اقل من 48 يبقى اتس نورمال. طيب وامتى يبقى هاي ريسك؟ لو كان اكتر من ال 50 دايوبترز. طيب بالنسبه للاسيمتريكال شيبس، لو كان الانفيرير سوبيرير اكتر من 1.5 او السوبيرير انفيرير اكتر من 2.5 يبقى ذيس از ايه؟ مودريت ريسك. طيب في الحالات اللي هي السكيود، اللي هي السكيود راديال اكسس، دي على طول بتبقى هاي ريسك، والايرجولار شيبس قلنا ار اولموست اولويز هاي ريسك. طيب هنتكلم على الاليفيشن مابس. احنا قلنا البيست فيت سفير بيتر ان شيب، والبيست فيت توريك اليبسويد ان نمبرز او فاليوز. ايه الشيبس اللي ممكن نشوفها؟ ممكن نشوف حاجه اسمها سنترال ايلاند، تبقى ايلاند في النص هنا كده، دي بتيجي للناس اللي تقريبا ما عندهمش كورنيال استيجماتيزم. اللي عندهم استيجماتيزم الطبيعي بتاعنا زي المنظر اللي قدامنا ده، اللي بيسموها سيمتريكال اور جلاس، اللي هو بيبقى جزء فوق وكونكتد كده بجزء تحت، اللي هي الساعه الرمليه. تمام. ممكن تبقى السكيود اور جلاس، تبقى مايله لجنب كده شويه، تانج لايك اكستنشنز، وفي اشكال الريجولر. طيب احنا اهم حاجة انت هتستخدم ايه عشان تعرف الارقام؟ لو انت هتستخدم البيت فيت سفير يبقى لازم على طول تبص على الثينست لوكيشن اللي هي بتبقى حواليها الدايرة دي. لو انت مايوب او عارف ان البيشنت مايوب هيبقى نورمال لو كان اقل من انتيرير من 8 مايكرونز على الانتيرير الفيشن ماب و 18 في البوستير الفيشن ماب، ولو كان هايبر متروب يبقى اقل من 7 على الانتيرير الفيشن ماب وأقل من 28 على الـ Posterior Elevation Map. طيب لو أنت تستخدم الـ Bed Fit Sphere زي ما احنا شايفين اهي، Bed Fit Sphere وبعدين في رقم وبعد كده في Float وديامتر 8. طيب لو أنت هتستخدم الـ Best Fit Toric Ellipsoid، لا مش هتبص على Thinnest Location، أنت هتبص على الدايرة بتاعت الـ 5 mm Circle كلها وتبص على الأرقام اللي جوه. لو كان أقل من 12 في الـ Anterior Elevation يبقى أنت كده Normal، لو كان اقل من 15 يبقى انت كده نورمال. اي ابنورمال فاليوز ار هاي ريسك في الاليفيشن مابس. طيب بالنسبه للباكيمتري ماب، النورمال شيب اللي هو الكونسنتريك اللي انتوا شايفينه كده زي متمركز كده في النص، انك تلاقي مثلا في لون اصفر وحواليه لون اخضر قده وبعد كده لون ازرق، وده نوع من الاكسترا بلوتيشن بس في البريفري، وده في الحقيقه ايه ما بيهمناش قوي. لو كان اكسترا بلوتيشن قلنا انكروتشنج لجوه قوي لازم تعمل ريكابتشر. طيب ايه الابنورمال شيبس؟ الابنورمال شيبس ان ممكن تلاقي هوريزونتال ديسبيسمنت اوف ذا ثينست لوكيشن. الثينست لوكيشن اهو زي ما احنا شايفين كده فيها دايره بيضاء اللي هي هنا، ابتدت تمشي هوريزونتالي يعني على الاكس اكسس سواء يمين او شمال. ده السيجنيفيكانس بتاعته ان هو ممكن يكون اسوشيتد مع مس الاينمنت، اعمل ريتشيك تاني لان نادر ما بيكون ده معاه اكتاتيك كورنيال ديزيز. طيب في حاجه تانية بيسموها الاوبليك ديسبيسمنت اوف ذا ثينست لوكيشن، او في ناس بتسميها برضو الفيرتيكال ديسبيسمنت اوف ذا ثينست لوكيشن، اللي هو بتلاقي الشكل بقى دوم شيب. دوم شيب يعني اتمدد من هنا كده شويه، لان اللون الاخضر مثلا بقى واخد جزء من اللون الازرق كده بقى شكله دوم شيب. تمام. ده بيبقى مودريت ريسك خاصة ان هو ممكن يكون سيجنيفيكانت لإكتاتيك كورنيال ديزيز. ممكن نشوف نلاقي انفيريور ثيننج هنا كده في البلوس المارجنال ديجنريشن، او ممكن نلاقي جنرالايز ثيننج في الكراتو جلوبس، وده المنظر طبعا اللي احنا دايما بنشوفه اللي هو البيوبل سنتر والباكي ايبكس والثينست لوكيشن، كل واحدة حواليها ساين هي مكانها فين. طيب بالنسبه للثيكنس بروفايلز، هما الكورنيال ثيكنس سبيشال بروفايل والبرسنتج اوف ثيكنس انكريز، دول لازم نشوفهم كالاتي. ان انا اشوف خط احمر ماشي بارلل للدوتد لاينز، انا ما يهمنيش فين، هل هنا ولا هنا ولا هنا، بس اهم حاجه يكون في وسط الدوتد لاينز اللي هما الستاندرد ديفيشنز دول، ويفضل ماشي بارلل ليهم خلاص. وفي الاخر نبص على الافريج بتاع البروجريشن اندكس نلاقيه اقل من 1،
لو الكلام ده كده مظبوط يبقى انت كده نورمال. طيب في حاجه اسمها الانديسز اوف الريجولار كورنيا زي الاندكس اوف سيرفيس فاريانس، اندكس اوف فيرتيكال اسيمتري، اندكس اوف هايت اسيمتري. الحاجات دي كلها بتبقى اجتهادات من الشركه علشان نعرف ندايجنوز مثلا ايرلي اكتاتيك كورنيال ديزيز. وزي ما قلنا هي لوحديها مش كفايه، ان في اذر بارامترز بنحكم عليها تانية خالص، ممكن تكون عوامل مساعده بس هي لوحديها مش كفايه. طيب اخر حاجه خالص يا ريت ما ننساش نبص على السيمتري بتوين بوث ايز، ان معظمنا بيمسك البنتاكام بتاع العين اليمين يشوفه يلاقيه كويس، يمسك البنتاكام بتاع العين الشمال مثلا يشوفه يلاقيه كويس، وبعد كده ينسى يعمل كومباريزن ما بتوين التو ايز. ده نقطه مهمه جدا، وبنقارن ما بين العينتين في الاتي. اول حاجه في الانتيرير كي ميديان، يعني الكي ميديان على الانتيرير كورنيال سيرفيس لازم يكون الفرق اقل من 0.3، في البوستيرير كي ميديان يكون اقل من 0.1، في الثينست لوكيشن اقل من 12 مايكرومتر، في الانتيرير اليفيشن ات ذا ثينست لوكيشن يكون اقل من 2 مايكرومتر، ده الطبيعي، والبوستيرير اليفيشن يكون اقل من 5 مايكرومتر. طب لو لقيتهم اكتر، لو لقيت الحاجات دي اكتر زي ما انا كاتب هنا greater than، كل واحده بتاخد سكور 1، عندك 1 2 3 4 5، يبقى ممكن واحد ياخد سكور 1 او 2 او 3 او 4 او 5 زي ما احنا كاتبين في الجنب هنا، سكور 1 and 2 or 3 ده بيبقى موجود في نسبه كبيره من الناس فممكن نعتبره زي نورمال، سكور 4 ده بيبقى moderate risk، سكور 5 ده بيبقى high risk. طيب انا كده برضو خلصت البنتا كام، هنبتدي نتكلم على الهايبريد ديفايس اللي هو السايرس توبوجرافي اند توموجرافي. بالنسبه للسايرس زي ما انتم شايفين هو جهاز قدامكم كده عنده بلاسيدو رينجز وعنده كمان روتيتنج شينفلو كاميرا. وأز جنرال رول الريزلتس اوف ذا بنتا كام اند سايرس ار موستلي كومباربل، يعني ممكن اقارن ما بين الاثنين. طيب ده البرنت اوت بتاع السايرس. تمام هنبتدي برضو نتكلم على الداتا اللي فيه والمابس اللي فيه، وهنعرف ان كل حاجه موجوده هنا هي موجوده هنا ما عدا هي حاجه واحده بس اللي ما بنعرفش نجيبها، موجوده في البنتا كام يعني ومش موجوده في السايرس. طيب هنمسك الداتا ديسبلاي اللي هنا دي. اول حاجه الاكوزيشن كواليتي، دي بالظبط زي الكواليتي سبيسيفيكيشن، لازم تكون فيها علامه خطره يعني معناها ان انت واخد الصوره دي كويسه. طيب تاني حاجه البيوبل، البيوبل هنا في اكس وواي يعني الكوردينتس، هنا الكوردينتس دول اتس ترو انجل كابا. خلاص ان احنا قلنا قبل كده ان البلاسيدو اي حاجه بلاسيدو بتقيس ترو انجل كابا، وهنشرحها حالا في السلايد اللي جايه او اللي بعديها. تمام وبعد كده في اللي هو رقم الزيرو اللي عليه لاين، ده بيبقى البيوبل دايمتر، او البيوبل دايمتر هنا 5.11 ملم. تمام وعايزين نراجع المعلومه ان الاوريجن اوف ذا اكس واي كوردينتس هو الكورنيال فيرتكس. طيب ايه هي الكورنيال فيرتكس؟ هي جايه عن طريق حاجه اسمها فيرتكس كراتوسكوب اكسس زي ما قلنا قبل كده، اللي هو كوانسايدنج مع الفيجوال اكسس. طيب بعد كده في الثينست لوكيشن اهي مكانها اكس والواي، وفي الثيكنس بتاعها اهو. طيب وفي بعد كده كلمه ايبكس، ايبكس هنا مش زي الباكيمتريك ايبكس اللي موجوده في البنتا كام، لا هنا ايبكس يعني الكي ماكس، يعني الكي ماكس بتاعت السايرس هي الايبكس. خلاص يهمني فعلا الكيرفتشر بتاعها علشان احنا قلنا ان هي بتبقى تستخدم في الفولو اب اوف اكتاتيك كورنيال ديزيزز. بعد كده في الانتيريور تشامبر، خلاص هو هنا حاسبها لك من الابيثيليوم ان هو حاسب لك السنترال كورنيال ثيكنس زائد الانتيريور تشامبر ديبث، وبالتالي كلها طلعت 2.85 يعني هو حاسبها لك من الابيثيليوم. بعد كده في الكي ريدنجز اللي هم السيم كي برضو، خلاص في كورنيا فرونت وممكن من هنا تدوس زرار يجيب لك الكورنيا باك زي هناك بالظبط، في الكي 1 اللي هي الفلات كي، الكي 2، الكي 2 اللي هي الستيب كي، وده طبعا الاكسس بتاعها اهو، وده الافريج اللي هو الكي ميديان، والسيلندر اللي هو التوبوجرافيك استجماتيزم.
طيب لو بصينا بعد كده في المابس عندنا ادي 4 مابس، ادي الساجيتال انتيرير، وادي الانتيرير اليفيشن، وادي البوستيرير اليفيشن، وادي الباكيمتري ماب زيهم بالظبط. ادي الكيو فاليو هنا بتبقى مكتوبه خلاص بتاعت الانتيرير سيرفيس والبوستيرير سيرفيس خلاص. والشكل اللي انا رسمه هنا ده بيبقى البيوبل، البيوبل بيبقى هو عامله لك دايره هنا كده عشان تبقى عارف هو مكانه فين. طبعا معاها برضو بيبقى في دايره 3 ملم او الدايره، ناخدها هنا كده، ادي دايره ال3 وهنا دايره ال5 ملم ودي دايره ال7 ملم، وتبتدي تطبق القوانين اللي احنا عملناها وشفناها في الماكس سواء كيرفيتشر او باكيمتري او اليفيشن او اليفيشن. طيب ده هنا عشان اشرح لك ليه قلنا ان البلاسيدو بيزد توبوغرافرز بتقيس ترو انجل كاب. احنا قلنا انجل كاب it is the angle between the visual axis and pupillary axis. طيب ولازم تبقى عارف ان pupillary axis ده معدي في منتصف البيوبل. طيب انا عندي البيشنت هنا اهو باصص على فيكسيشن تارجت اهو، انا شايفه باصص على فيكسيشن تارجت، في نور هنا بيبقى دايما فلاشنج كده، فانا عارف ان هو باصص عليه، يبقى ده ايه؟ ده it is the visual axis اللي هو باصص عليه. في نفس الوقت الجهاز بيجيب البيوبل سنتر خلاص. طيب ما كده يبقى انا عرفت انجل كاب، ما احنا قلنا انجل كاب بين الفيجوال اكسس اند البيوبل سنتر، وبالتالي دايما نقول لك البلاسيدو بيقيس ترو انجل كاب، يعني لما تشوف في البيوبل الاكس والواي اتس ترو انجل كاب تمام. انما في التشين فلو دول بناخد هاف ذا فاليوز اوف ذا اكس اند واي كوردينتس عشان نعتبرهم الانجل كاب. اخر جدول خالص هناخده هو الفرق ما بين البنتاكام والسايرس، هنشوف نقاط الفراق اللي ما بينهم. اول حاجه الكواليتي سبيسيفيكيشن، في البنتاكام بنسميها كواليتي سبيسيفيكيشن، في السايرس بنسميها اكويزيشن كواليتي. الكي ماكس اسمها كي ماكس في البنتاكام، بينما في السايرس اسمها الايبكس. النقطه الثالثه دي مهمه جدا اللي هو الاوريجين اوف ذا اكس اند واي كوردينيتس. في البنتاكام بتبقى الكورنيال فيرتكس بنسميها كورنيال فيرتكس او الباكي ايبكس اللي هي الجيومتريكال سنتر اوف ذا كورنيا، وبتبقى كوانسايدنج وذ ذا اوبتيكال اكسس. بينما في السايرس او بلاسيدو بيزد توبوغرافرز بتبقى الكورنيال فيرتكس بتبقى جايه من الفيرتكس كراتوسكوب اكسس، وات از نوت ذا جيومتريكال سنتر اند اتس نوت ذا ستيب اريا اوف ذا سنتر اوف ذا كورنيا، وبتبقى coinciding with the visual axis. طيب بالنسبة للإليفيشن مابس احنا قلنا في البيست فيت سفير ريفرنس سيرفيس والبيست فيت توريك إليبسويد. هنا البيست فيت سفير اسمها السفيريكال بودي والتوريك إليبسويد اسمها اسفيرو توريك، هتحطهم وتطبق نفس القوانين. طيب الانديسز اوف الريجولار كورنيا قلنا هنا في انديسز كتير، وهنا برضو فيها سبيشال انديسز، كل دي اجتهادات من الشركات علشان تحاول توصل early detection ectatic corneal disease. زي ما قلت لكم لوحديها مش كفايه، يعني ما ينفعش اعتمد على انديسز معينه ان هي تشخص لي ان الحاله دي كيراتوكونس وتبقى هي فعلا كيراتوكونس. في حاجات تانية مساعده سواء كلينيكال او بالتوبوجرافي اهم بكتير من الانديسز. الحاجه الوحيده بقى اللي مش موجوده هي الثيكنس بروفايلز، موجوده في البنتاكام خلاص بس مش موجوده في السايرس. واخر حاجه طبعا انجل كابا، زي ما قلنا دايما في السايرس ات ميجرز ترو انجل كابا، بينما في البنتاكام ات تيك ذا هاف ذا فاليوز اوف اكس اند واي كوردينيتس علشان تعرف تحسبه. شكرا لاستماعكم، احنا كده خلصنا المحاضره الاولى، وان شاء الله المحاضره الجايه هتكون اعمق شويه في الديتيلز. اتمنى لو في اي حد عنده اي سؤال يكلمني يسألني أي حاجة عشان أقدر أوضحها لكم. السلام عليكم.